أخي العزيز، ضمن غرفة عمليات كفرنبودي التي اشترك فيها جميع الفصائل من أحرار الشام وجيش السنة وجيش النصر والفرقة الوسطى وبقية الفصائل، نعم استطعنا تحرير قاعدة تل عثمان العسكرية التي كانت عصية على حسب زعم النظام. نعم تم اقتحامها بالدبابات وتم دعس العناصر بالدبابات. نعم أخي العزيز، نعم اقتحمنا التل واقتحمنا قرية الجنابرة. الغنائم من هذه المعركة كانت كثيرة، 3 دبابات وعربة بي ام بي، وهناك العديد من الغنائم في قاعدة العثمان تركوا سلاحهم وهربوا، تركوا سلاحهم هنا وهربوا بأرواحهم إلى مدينة السقيلبية، مدينة التشبيه.